واحنا بنتكلم على سوق العقارات المصريه وعلى حاله الركود اللي بدات تحصل في سوق العقارات، وتحديدا العقارات اللي هي بيقولوا عليها ايه، العقارات الفخمه او العقارات اللي هي الكلاس ايه، يعني في ركود لان الناس بقت فاهمه الحكايه، تنزل الوحده يشتري من هنا، وبعد كده اول لما يبقى في اعلان عن وحدات جديده وهتستلم لسه بعد سنتين ثلاثه يبدا يعرض الوحده بتاعته اللي بالفعل موجوده وعلى الاستلام فورا، فيعمل فرق سعر ويكسب. لكن ده ما بقاش موجود بسبب ان بقى في معروض كتير جدا والطلب بدا يكون فيه تراجع. بس الحقيقة يمكن الحاجة اللي ما اتكلمناش فيها هي، طيب بالنسبة بقى للناس اللي بتأجر أخبارها إيه؟ احنا عندنا في مصر نوعين من الإيجارات، نوع وهو الإيجار القديم، وطبعا أنا عارفة الإيجار القديم والقانون الإيجار القديم ده عامل مشاكل كبيرة جدا جدا بين المؤجر وبين صاحب العقار، والحقيقة لما تسمع من وجهة نظر كل واحد لوحده تتعاطف طبعا معاه، لكن لو رحت وسمعت وجهة النظر التانية تقول ما هو برضه معاه حق. فالنهاردة مش هتكلم طبعا على موضوع الإيجار القديم، أنا بتكلم على الإيجارات بشكل عام. وخلوني أقول يا سيدي أنا بتكلم على الإيجارات الجديدة اللي هي أنت بتروح لواحد صاحب وحدة سكنية بتاخد الشقة أو المكان اللي أنت محتاجه، بتدفع له شهرين تأمين، بتدفع شهر عمولة للشركة السمسرة اللي جايبة لك الوحدة، بتتفقوا على إيجار شهري، وكل سنة صاحب الوحدة بيبدأ يرفع عليك الأسعار. ده الإيجار اللي هو الجديد اللي تقريبا يعني بقى موجود بصورة كبيرة جدا جدا في مصر، وأغلب الشباب طبعا اللي ما عندهمش قدرة على إن هم يشتروا أو يكون معاهم مبلغ يدفعوه خلو ورجل ومش عارف إيه والكلام ده بيلجأوا له. ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، الإيجارات. الإيجارات حصلت فيها قفزة كبيرة جدا جدا جدا، وصلت ل 122% في سنة، 122%. يعني اللي كان بيأجر شقة ب 2000 الشقة دلوقتي بقت بخمسة، الشقة دلوقتي بقت بخمسة. وده مش كلامي، ده كلام ناس كتيرة جدا بتشتغل في الاستثمارات العقارية اللي قالت ان بقى دلوقتي الإيجارات ارتفعت نسبتها وصلت ل 122%، وبدأ يحصل الكلام ده من أول الربع الثاني من 2023 لغاية زي ما احنا كده موجودين من الربع الثاني في 2024. يعني بنتكلم في خلال سنة واحدة زادت الإيجارات بنسبة 122%. أنا معايا فيديو لواحد من خبراء العقار اسمه الأستاذ أيمن سامي، وهو بيتكلم عن زيادات أسعار الإيجارات اللي وصلت في أقل من سنة على كلامه هو كمان 122%. تعالوا نسمع. الزياده اللي حصل في الاسعار بالسنه اللي فاتت بالنسبه للايجارات من السنه اللي فاتت الربع الثاني 2023 لحد الربع الثاني 2024 بنتكلم في 122% زياده في الايجارات. سعر الايجار طبعا في فرق ما بين شرق وغرب القاهره، احنا بنتابع القاهره الكبرى متوسط بشكل عام. بالظبط اعلى حاجه 122% فين متوسط شرق. طيب السؤال يا جماعه، هل المرتبات، هل الدخول بتاعت المواطنين المصريين زادت بنفس النسبة تقريبا عشان ترتفع عليها الإيجار بالشكل ده؟ يعني هل حضرتك مرتبك، لو حضرتك واحد من اللي واخدين شقة إيجار جديد بقانون الإيجار الجديد أو وحدة محل أو أي زي ما يكون، يعني هل دخلك أو مرتبك زاد بنفس النسبة اللي تخليك تقدر تدفع فرق الإيجار بس؟ يجي نسمع التبريرات اللي بتتقال، زي مثلا وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لأن الموضوع ده عامل أزمة كبيرة جدا، يقول لك ما هو طبيعي إن هي ترتفع عشان سعر الصرف اتغير، عشان التضخم زاد، عشان زيادة أسعار المحروقات أو الوقود، عشان زيادة أسعار الكهرباء. طيب يعني أنا كمواطن ذنبي إيه برضو في كل ده؟ أنا كمواطن أنا إيه علاقتي بتحرير سعر الصرف؟ أنا واحد مرتبي بالجنيه، بشتغل في بلد عملتها الجنيه، بقبض بالجنيه، الدولة ما عرفتش تحافظ على سعر الجنيه ده، الحكومة ما نجحتش بإنها تفضل محافظة على إن الجنيه الدولار ب 15 جنيه، وفجأة سابت إيديها عنه وبقى ب 50 جنيه، أنا مالي؟ أنا مالي؟ والحل دلوقتي بسيط، مش هتدفع اطلع بره. مش كل المصريين عندهم رحمة على المصريين التانيين، ولا كل المصريين عندهم في قلوبهم إن هم يصبر على المستأجر. الناس تعمل إيه؟
تعالوا نسمع تبريرات وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن سعر الصرف والتضخم والزيادة اللي موجودة في الكهرباء وفي السولار، طب إحنا داخلين على موجة زيادة جديدة الشهر الجاي، بداية من الشهر الجاي، ده معناها إن الإيجارات هتزيد تاني؟ نسمع. جدا هي ليه الاسعار زادت وليه الناس اللي كانت بتاجر ب 1200 بقى الايجار ب 3000 او 4000 وهم عندهم حق ان يبقوا مضرين من هذه الزياده. ابتداء سعادتك اشرت الى متغير خارج عن اراده الناس، هو تغيير سعر الصرف، هو التضخم، هو التاثيرات الخارجيه اللي اثرت على كل حاجه. نعم. هو سعر الكهرباء، هو سعر السولر، هو كل حاجه، فبالتالي المتغيرات كلها راحت لارتفاع. نعم. فبالطبيعي وبالنتيجه انه هيكون في تغير مقابل لقيمه الوحده وبالتالي قيمه ايجار الوحده. بشكل بسيط اهو يا جماعه، ما الايجارات بتزيد، واحد بيدفع 1200 جنيه ايجار فجاه بقى بيدفع 3000 و4000 جنيه ايجار، طب الفرق ده جابه منين؟ يجيبه منين؟ يعني النهارده واحد كان مرتبه 4000 والحكومه مشكوره خلتهم 6000، 6000 يروح نصهم واكتر من نصهم في ايجار يا جماعه؟ نصهم يروح في ايجار؟ ويدفع بقى كل الزيادات اللي لسه عمالين بنتكلم فيها واللي قالها واحد من مجلس النواب، واحد من تبعهم يعني، وده مش تقليل يعني، بس اكيد هو هيقول الكلام اللي يعني لا يحسب عليه، يقول لك تضخم ويقول لك زياده في الاسعار وزياده في الكهرباء وزياده في الوقود وزياده في تذاكر المترو وزياده في سعر البنزين، الناس تجيب منين؟ ليه ما يكونش في حل؟ يعني ليه مثلا في موضوع الايجارات اللي عماله بتزيد بشكل عشوائي ليه ما يكونش في تدخل من الحكومه؟ ليه الحكومة مش هي اللي بتفرض الزيادة السنوية؟ ليه ما يكونش في رقابة؟ يعني مثلا على سبيل المثال الزيادات اللي موجودة هنا في تركيا، وأديك مثال في البلد اللي أنا موجودة فيها، في زيادة سنوية بتحصل على الإيجار، زيادة سنوية، أي واحد مؤجر شقة عنده زيادة كل شهر، الزيادة دي الحكومة ضبطاها، الحكومة ضبطاها مش سايبة الموضوع للناس، بمعنى ان الحكومه بتقول لك ان الزياده السنويه السنه دي للوحدات السكنيه لا تتجاوز ال 25% وللاغراض التجاريه مثلا لا تتجاوز ال 45%، فيبقى المؤجر والمستاجر وصاحب العقار في النهايه قانون اللي حاكم الموضوع. لكن النهارده لما تسمع برضو وكيل اسكان في مجلس النواب بيقول لك ان صاحب الشقه بيجيب بلطجية عشان يطلع السكان منها، اللي هو مثلا بيدفع 3000 و4000 اللي لسه بنقول عليه ده، عشان يروح يأجرها لواحد أجنبي، أجنبي طبعا يعني بنتكلم في حد من سوريا، حد من السودان، حد من اليمن، حد من ليبيا، أي واحد أجنبي جاي يقعد عشان يبيعها له بسعر أعلى، فتيجي على حساب مين؟ على حساب صاحب الشقة أو الساكن أو المؤجر أو المستأجر اللي موجود في الشقة هو اللي يطرد بالبلطجة، مع ان في كل دول العالم، في كل دول العالم في قوانين بتحمي المستاجرين، بتحميهم، ما ينفعش صاحب الشقه يطردك الا لاسباب طارئه، طالما بتدفع له ايجاره في ميعاده، طالما بتسدد الفواتير والالتزامات اللي موجوده على الشقه لو باسم صاحب الشقه يعني لا يحق له، بتدفع الزياده اللي بتقرها الدوله، يعني في النهايه يا جماعه انا عايز اقول الموضوع محتاج قانون. قانون ينظم العلاقة بين صاحب العقار وبين المستأجر، ساعتها لا هنسمع أرقام فلكية تزيد في سنة 122% ولا هنسمع إن هم بيجيبوا بلطجية عشان يطلعوا السكان من بيوتهم عشان يدخلوا ناس آخرين يقدروا يدفعوا بسعر أعلى، مش هتسمع على الكلام الفاضي ده خالص. تعالوا نشوف الأستاذ عصام عجاج، ده محامي في النقد، وهو بيقول أصل مالك الشقة بيطرد، بيجيب بلطجية ويطرد المستأجر عشان يأجر بأسعار مختلفة لواحد أجنبي. أولا النهاردة أدخل مالك ما بيأجرش أكتر من 6 شهور، ليه؟ لأنه عنده عرض تاني بعد 6 شهور، ده في حاجة تانية مشكلة كبيرة إحنا لازم نقول عليها ولازم إن إحنا نصارح بيها الدولة. في 500 ألف حالة كل يوم من الملاك بيطردوا المستأجرين وهو عقده ساري. طب ادي استاذ محامي هنا طالع بيقول فين القانون، فين القانون من حقوق المستاجر؟ ده سؤال. ولو القانون فيه مشكله ما نعيد تفعيل القانون اللي يضمن لصاحب الوحده حقه، انا هو قبل ما اقول المستاجر قلت صاحب الوحده، صاحب العقار، صاحب البيت يضمن حقه،
ان المستاجر ما يبقاش تحت رحمته في اي وقت يطرده. يا جماعه ده اللي بيعزل بمزاجه بمزاجه. اسالونا انا بقى يعني ايه عزال؟ يعني ايه تسيب بيتك وتروح لبيت تاني؟ دي في حد ذاتها بتتطلب مصاريف قد كده، زائد حاجتك اللي بتتبهدل واللي بيحصل فيها هلك واللي بيحصل فيها هدر كتير جدا لمجرد انك بتنقل من شقه لشقه. فما بالك بقى ان انا مستاجر وقاعد تحت رحمه صاحب البيت، وصاحب البيت بيعمل العقد 6 شهور تحسبا لان في خلال ال6 شهور دول يجي له واحد يديله سعر اعلى؟ لا. وطبعا الاستاذ عصام هنا في كلامه بيقول ان الملك بيشتري القانون، بيشتري القانون بالفلوس، وبيشتري المسؤولين بالفلوس، عشان يطرد واحد بيدفع له 3000 ويجيب واحد بيدفع له 30000 ولا حاجه. نسمع ثانية. مشكلة كبيرة حضرتك بتتكلم عن واقع، ده موجود. أيوه. وموجود عندي في المكتب اكتر من 20 حاله. مش عارف يخرج عقد، لا لا لا، عقد الايجار ساري، وبيجي ببلطجه يقول له اطلع على المستشفى، بينتهز فرصه انه يضيف وملوش حد، وبقول له بره في الشارع. يا اما الايجار قد كده يبقى ماجر له بخمسه، يقول له الايجار من اول الشهر 10، يقول له ده انا ماجر انا لسه العقد ساري، يقول له عاجبك عاجبك مش عاجبك بره، وبيبلطج عليه. طب العمل في ده ايه؟ اذا لانه في ممكن بعض الوقائع ده موجود. انت بقى اللي تجاوب، احنا في دوله قانون ومفيش حد يقدر يعمل كده. يا سيد الفاضل، في شرطه وفي يعني انا يا طارق يا طارق، احنا عايزين نتكلم بوضوح وبشفافيه. حضرتك بتقول لي نعمل ايه؟ ده محضر وفي الشرطه والراجل في الشارع لغايه ما اتفصل فيه. طالع ازاي؟ كمحضر. امال ايه بيه؟ يا بيه ده محضر. حاجتي جوه. يا سيد الفاضل يا بيه كلمني انا بكلمك لما تعمل له. انا بكلمك انا بكلمك كواقع، وفي اساتذه محامين زملاء شايفيننا بيقولوا هذا الكلام. محضر ايه؟ ده محضر حيازه وحلينه قرار حيازه ومش عايز اقول له. انا في البيت بيشتري عليا يقول لي اتفضل بره. حاجتي جوه. بيتي يعني انا بتمشي حاجه اسمها في عقد ولا ما فيش؟ في عقد. طيب حلني بقى، ده يرفع دعوه تمكين موضوعيه. اتكلمنا كده. ولو رحت الحيازه بيشتري الناس وبيشتري شغل حار. لا 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 لا. مين اللي هيرفع الدعوه، المستاجر ولا المالك؟ المستاجر عشان يتمكن من المكان بعد ما اطرد منه. الكلام ده موجود يا بيه واقعي. انا بقول لك يطرد ازاي يعني؟ عندي يطلع بقوه؟ اه يا بيه بالقوه. لا بالقوه ليها قوه، ليها رد بقى. عندي القانون 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 يعني. هنطلع فاصل ونرجع. لا لا قبل ما تطلع. هو الموضوع محتاج خناقه. هو الموضوع محتاج خناقه ومحتاج فاصل. مش محتاج ده. احنا بنتكلم في حقوق، بنتكلم في حق مواطن على باب الله. هو لو مش على باب الله واللي جاي مش قد اللي رايح، كان زمانه قدر يشتري شقة من اللي هي بيدفعوا لها 1 مليون ولا 2 مليون وقسط على 6 سنين. يعني انا بقول لكم سمعت ادفع 6 مليون والباقي ايه؟ 6 مليون ولسه في باقي؟ يعني ايه ارقام كده ملناش دعوة بيها، ملناش دعوة بيها خالص. هو لو قادر انه يشتري شقة ما كانش هيبقى قاعد تحت رحمة صاحب الوحدة. لو قادر انه يكون معاه مبلغ على بعضه ويديه لحد وياخد شقة بنظام القانون القديم اللي هو ال50 سنة ده، برضه ما كانش هيتأخر، وانه يقعد كل سنة يتعرض لزيادات. الأهم من الزيادات الطرد. الموضوع مش محتاج خناق. الموضوع ببساطة محتاج تفعيل قوانين حقيقية. تفعيل القوانين دي يحمي كل الأطراف، يحمي المؤجر ويحمي صاحب البيت. ببساطة الموضوع لا محتاج خناقة ولا أي شيء. أستاذ عصام عجاج اللي الحقيقة واخد طبعا واضح جدا واخد وبشدة صف المستأجر، كان بيرد على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي إن ما يبقاش في تدخل في أسعار الإيجارات. أنا مش فاهمة إزاي. أنا مش فاهمة إزاي. لو ما فيش تدخل من الدولة في أسعار الإيجارات يبقى إحنا كده إيه في دولة البقاء للأقوى، أو البقاء للأغنى، أو البقاء للي جاي من بلده معاه شوية دولارات. فعلق وقال له طب فين حق المواطن في ظل بقى الأسعار والتضخم وسعر الصرف اللي إحنا وصلنا له؟ فين حق المواطن لما تقول لي كمان إن الدولة مش هتتدخل في تحديد أسعار الإيجارات؟ تعالوا نسمع. إن طفرة حصلت في سوق العقار، ارتفاع الاسعار وخلافه، تضخم، انخفاض قيمه الجنيه. لكن من وجهه نظري انا من الناحيه القانونيه بالورقه والقلم انا يهمني المواطن فين؟ المواطن من اللي بيحصل ده فين؟ بص اتفضل، انا مش واخد وجه. انت حضرتك هتاخدني للكلام اللي قاله رئيس الحكومه. لا من قال ده عرض وطلب. قال ده عرض وطلب. كده. ماشي ماشي، قال عرض وطلب. السوق كده. السوق كده. مش رئيس الوزراء، السوق كده لاي أنا شيء. انا التزامي سلعه النهارده. ادي السلعه يا سيد الفاضل. 10 عايزينها. اتكلم موجوده واحده. اتكلم زي ما انتوا عايزين. لا ولا زي ما اتكلم. لا لا مش ولا اتكلم ممكن لاراده الحره. لا اراده حضرتك. طيب رئيس الوزراء قال ده عرض وطلب. صح. وما اقدرش اتدخل فيه. نعم. تمام؟
بس انت عندك الماده، عند حضرتك عكس ده عندي اللي هو الماده 8 من الدستور بتقول أيوة. ان الحكومه ملزمه بتوفير الحياه الكريمه للمواطن. شوف المحتاج قد ايه وشوف انت وفرت قد ايه. 7.5 مليون بني ادم. لا شوف شوف اللي محتاجين قد ايه وشوف شوف الحاله. انا النهارده اقتصادي منهك، قلت الدوله تحصر الناس دي وتشوف بتاجر بكام وتاخد منهم ضريبه كام. انا دخلي انا كمواطن، انا خدت ايه كمواطن؟ النهارده كنت باجر ب 2000 بقت ب 10. النهارده محل حلاقه كنت بروح احلق ب 100 جنيه، الحلاق بيقول لي الحلاقه 200 جنيه، ليه بيه؟ يقول لي عشان محل صاحب الملك بيقول لي النهارده اجارك من اول الشهر بدل 2000. يعني انا استاذ احمد موسى، صوت الاستاذ احمد موسى هو اللي بيتكلم مع الاستاذ عصام عجاج. ان الموضوع عرض وطلب. لا الموضوع مش عرض وطلب. طبعا عرض وطلب بشكل اساسي، عرض وطلب في اول مرحله، عرض وطلب دي تتحل بان الدوله اللي تقول لك انا مش هتدخل في تحديد سعر الايجارات تحط حد ادنى وحد اقصى، ان الزياده لا تقل عن 10% ولا تزيد مثلا عن 25%، تحطها بالنسبة اللي تبقى متماشية مع زيادات الرواتب، زيادات الأجور، انخفاض التضخم أو زيادة التضخم زي ما يكون. لكن ما فيش حاجة اسمها الحكومة مش هتتدخل، لأن لو الحكومة ما اتدخلتش ونظمت العلاقة بين صاحب العقار وبين المستأجر هنشوف الناس زي ما هي بتسمعوها دلوقتي تقولك هنترمي في الشارع، هنروح فين، الإيجارات بقت غالية، متهددين. مين اللي يحمي الناس دي؟ مين اللي يحمي الناس دي؟ حظها انها على قد حالها فتبقى طول الوقت عايشه. يعني الناس زمان كانت بتقول لك ايه، اربع حيطان يلمونه، حتى الاربع حيطان متهددين بيهم. لا وضع صعب الحقيقه. لا كتير جدا طبعا، كل حاجه غليت. يعني اللي كان ب 800 و900 بقى معدي ال 2000. انا واحده من الناس صاحب البيت عايز يمشيني. ليه؟ عشان بسبب الايجار. بتدفعي، كنت بتدفعي كام وعايز منك كام دلوقتي؟ يعني كنت بدفع 1300 وعايز مني 5000 جنيه مرة واحدة. المفروش بيخش في 35000. وفي 20 وفي 30 مساحتها قد ايه؟ مبالغ فيها. بيبقى 3 اوض 4 اوض. واللي هو على البلاط من فوق 5. الايجار المفروش بيبدا معاك من 15 وانت طالع. يعني كانت في ب 1500 دلوقتي وصل 7000 جنيه و10000 جنيه حضرتك. الاول كانت 4 دلوقتي بقت 7. كنت بدفع 1200 النهارده، راجل عايز 3000 جنيه. طب اجيب له منين ال 3000 جنيه؟ تبدا من 4 و5 لحد 40000 جنيه مفروش. بنتي واخده اوضه وحمام ب 2000 جنيه تحت السلم. الاوضه والحمام دي الاول كانت بكام؟ كانت الاول ب 500 جنيه 300 جنيه. ال 8 و6 ده في الجانبي، انما على فيصل العمومي 50 و60 و70. الشقه بياخدوا فيها 9000 و10000 جنيه ايجار. كل مساحه الشقه كام؟ يعني حتى لو هي 100 متر و200 متر، ومصريين كتير قوي متبهدلين بسبب الايجارات، المفروض يبقى في حل للموضوع ده.